هذه نقطة يعني أرجو أن تعطيني بس مساحة حتى أوضح لك بأنه الإجابة المباشرة يستطيعون بكل سهولة. المقاتل اليمني أشرس مقاتل عربي الذي تحدى من زمن الدول المستعمرة، لم تستطع الدول المستعمرة أن تعيش في اليمن. الجميع راح إلى عدن، المناطق الساحلية في جنوب اليمن، ولكن المناطق الجبلية التي هي في شمال اليمن لم يستطع أي مستعمر. فبنية المقاتل اليمني جاهزة لأي نوع من القتال، سواء جبلي سواء صحراوي أو حتى نوع من البحري، لديه القدرة. فالقدرة موجودة، ولكن حدث استغلال لبعض المواقف، وأصبح هنالك فرقة أدت إلى أن كل محافظة يقوم بالدفاع عن محافظته، وهنا أصبح شك كبير. وتم عقد اتفاق الرياض، اتفاق الرياض هذا على أنه يعني من أهم بنود الرياض بأن تسلم المواقع الميدانية والأسلحة إلى الحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي. واستغل الحوثي هذا الموقف اللي هو الانشقاق الكبير الذي حصل في جنوب اليمن، واستغل هذا الموقف وأصبح يتقدم. استغل أيضا شيطنة الإعلام للحكومة اليمنية بدعمها للإخوان، وهذه ليست واقع. اليمن الآن يعاني معاناة هنالك، لا يوجد أحزاب أبدا، انتبه، لا يوجد إلا اللي هو الحوثي، تفرد بالسلطة، وما يحدث في المناطق المحررة اللي هو المجلس الانتقالي. فكان سبب الإخفاق لأنه هنالك فرقة كبيرة ما بين الفرقاء اليمنيين. دفتريا اليمني أصبح يدافع عن محافظته في البيض، إب، مأرب، يقاتل في نقطة، وكأن هنالك أكثر من حرب، رغم أنه مسرح حرب واحد، ولكن ما رأينا بأن القتال لم يعد هنالك قيادة موحدة. انتفت دفتريا العمليات العسكرية المشتركة، انتفت، وهذا كان من أسباب تفوق الحوثي. بمعنى قائد قوات مشتركة السعودي بغض النظر من التحالف، هنالك قائد قوات وزير الدفاع اليمني، هنالك من يقوم أيضا بقيادة قوات في المجلس الانتقالي في عدن والمناطق المحررة. بمعنى المصطلح الشعبي ضاعت الطاسة، واستغل الحوثي هذا الأمر. الأمر الأخطر من كذا أن صار هنالك يعني عمليات تجسس، وحضرت يعني لست بعيدا يعني التقرير اللي قدمته، وهنئك على هذا الجهد الجبار، هنالك حصل عمليات تجسس، وتم إعدام العديد من الضباط أفراد السعوديين لقيامهم بعمليات تجسس للحوثي. فصار هنالك اختراق، واستغل هذا الأمر لما يحصل. وإلا كقوة عسكرية أعتقد بالقوة الجوية وما يملك اليمنيين من مخزون بشري ودعم مستمر كافة يستطيع أن يتغلب على الحوثي. المعركة عسكريا هي عمليات بما يسمى عمليات كمائن، عمليات أفخاخ، ليست عملية بالمفهوم العسكري، حرب غير نظامية ضد جماعة إرهابية. استغلت الجبال، استغلت الفرقة اليمنية، استغلت اختلاف الرؤى بعد مجلس أو بعد اتفاق الرياض، وتقدمت كثيرا، واستطاع بعض الإعلام يشيطن التحالف أو يمجد تفوق الحوثي، ويعتقد الحوثي بأنه وصل إلى مرحلة بأن سوف تسقط مأرب والجوف، وهذا طبعا خطر على دول المملكة ودول الخليج والدول العربية. يعني إذا سقطت اليمن، ترى العراق مع احترامي إلى الآن يعاني، ولكن إن سقطت اليمن في أيدي إيران، استطاعت إيران أن تتحكم في المنطقة بأكملها. ليش؟ مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهنالك تصل الأسلحة، وهنالك يصبح محاصرة الدول العربية. تنبه هذا الأمر التحالف آخر، ولكن كان زي ما قلت لك يعطي فرصة للمجتمع الدولي بالهدن، وتغيرت الاستراتيجية الآن في قدوم معالي الفريق مطلق لزيمع، بأن هنالك عمليات عسكرية مركزة تضرب المواقع اللي حضرتك تكلمت عليها في بداية التقرير التي لها حصانة، وهما استغلها الحوثي. يعني أنت شفت التقرير، واليومين 48 ساعة اللي راحت كان واضح كثير بأن الحوثي استغل المطار، واستغل المرافق المدنية، واستغل المستشفيات بوضع غرف عمليات، بوضع بإعادة ترتيب الأولويات باستخدامها فيما يخص المجهود الحربي. انتفت الحصانة. على فكرة انتفاء الحصانة هو يعني على أحد بنود اتفاقيات الأمم المتحدة،
وقامت دول التحالف بإعلان هذا العالم أجمع. وأعتقد أنه المبعوث الأممي الذي هو الآن وصل حديثا سويدي الجنسية فهم أن هنالك صعوبة للجلوس على طاولة المفاوضات مما رآه. يعني السيد مارتن جريفيث كان لمؤاخذة يقوم بعمليات خجولة، يريد أن يعتقد بأن هذه الجماعة لها الحق بأن تنقلب على الشرعية، وكان يذهب وفي الأخير يطلع له بدرع هدية وشكرا يا مارتن جريفيث. طيب، ولم يقيم الوضع كما هو. المبعوث الأممي هذا أنا أعتقد أنه أوصل الرسالة بأنه هنالك مشكلة والتحالف وضح له المشكلة، فقامت هذه العمليات العسكرية المكثفة اللي أعتقد فقط لو تستمر أكثر إلى 10 أيام سيجلس الحوثي إلى طاولة المفاوضات بعدها.